قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ماذا سأسأل؟ تقول كان الزوج على خلاف مع أبيه فتدخلت الزوجة فقال الزوج لو تكلمت فأنت طالت، فتكلمت الزوجة ثم سافر الزوج وبعد أسبوع اتصل على زوجته وكلمها وليصالحها، هل اتصال الزوج يعتبر إرجاع للزوجة أم الاتصال غير كافي علما بأن هذا الموقف مضى عليه أكثر من عام؟ نرجو الإفادة بارك الله. وطبعا كان ينبغي أن يعلم أنه عندما قال لزوجته تكلمت فأنت طالق وتكلمت أنه وقع طلاق، فلا بد أن يعلم أنه قد وقع طلاق. ثم إن كان كلمها يجب أن يكون نيته رد هذه الطلاق. أما إذا كان الأمر كأنه لا يعني قد أنت طالق ومشي الأمور وبعدين كلمها ومشيت الأمور، لا حسب أن هذه طلقة ولا حسب أن هذه رجعة، خطأ كبير. فيجب أن يعلم أنه عندما اشترط على زوجته شرط ووقعت الشرط هذا يكون هذا طلاق، وكان ينبغي أن يشهد عليه. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يردها كان ينبغي أن يردها وبشهود أيضا، فلا بد من الإشهاد على الطلاق وعلى الرجل كما قال تبارك وتعالى وأشهد ذوي عدل وأقيموا الشهادة لله. أما أن يمشي الأمر هكذا بدون أن يحسب أن هذا طلاق وبدون أن يحسب أن هذا رجع، هذا خطأ كبير.